فاغلب الناس شنو كيوقع لهم؟ اللي كيوقع لهم هو انهم ملي كيبداو يشوفوا بوادر العلاج بدات كتبان، وبدا الوجه ديالنا كيتحسن، وبداو التصبغات كينقصوا، كيقولوا شنو غادي نديروا؟ غادي نسرعوا من وتيره العلاج. كيفاش غنسرعوها؟ غنسرعوها بالطريقه اللي غادي تقترحها لنا المتتبعه الوفيه نعيمه البرنوسي. فنعيمه البرنوسي لقيت في التعليق ديالها اشنو كتقول. السلام عليكم ورحمه الله، والصلاه والسلام على رسول الله. مساء الخير، مساء النور، مساء التفاؤل لأحلى وأجمل وأروع وأوفى متتبعين. كنقول لكم مرحبا بكم، ونتمنى فيديو اليوم يلقاكم في أحسن الظروف والأحوال. ولقيت بزاف تعاليق متراكمة قديمة، فغنحاول أنني ندوز أكبر عدد في فيديو ديال اليوم. أستسمح كثيرا من أصحابها، ولكن راكم عارفين الظروف. ف قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، او قبل ما نبدا الاجابه على الاسئله ديالكم، فما غاديش نخلي التعاليق هنايا بحكم راكم عارفين يعني ما كاينش عندي تليفون يعني غير ديبانيا. فالتعاليق غادي نخليهم على شكل منشور دي بوست، غادي نخليهم ونخلي الرابط ديال الفيديو، باش هكا اللي شاف التعليق ديالها ندخل مباشره للفيديو باش تتفرج. قلت ان لكم فرجه ممتعه، ونبداو مع اول تعليق من عند الاخت. اليوتيوب تاهو معذبنا، داير لينا واحد ما عرفتش ايامات كان كيدير الاسماء بواحد الطريقه غريبه. يوزر بون، المهم الاخت غادي تسمع التعليق ديالها والسؤال ديالها، وراه غادي تعرف شكون هي. فكتقول نصائح مفيده واستفدت منها، وانا يلاه تعرفت على قناتك. سوف ابدا معك رحله العلاج وتوحيد لون بشره الوجه. انا من النساء لا مكياج لا عنايه، وحتى كريم ضد الشمس كنساه. بغيت نتهلا في وجهي وما عرفتش باش نبدا. سهله مهله اختي. ف هذا كان عيب ديالي حتى انا فكنت يعني لا مكياج، كنت اباقه يعني ما كندير لا مكياج لا حتى شي حاجه، ولكن سابقا لا ترطيب لا حمايه، ويعني اكتفي بالتنظيف فقط. فسهل باش تهلاي في الوجه ديالك اختي، وباش تبداي ف سهل جدا، ثقي بيا. ويقدروا هذه المساله ياكدوها لك البنات اللي معنا في القناه. فالتنظيف والترطيب والحماية من أروع ما يكون، وهي القاعدة الثلاثية، سر من أسرار بشرة أكثر من رائعة. اللي كنصحك خليك على سيستم ديالك، بغيتي تصلي في الوجه ديالك تصلي فيه بالتنظيف. انفيستي بعض ما غادي انفيستي في فون دو تان، انفيستي في ما عرفتش برايمر هايلايتر، يعني كاع داكشي ديال الماكياج. فالانفيستي في واحد منظف يكون بجودة عالية، الانفيستيف مرطب بجوده عاليه، والانفيستيف واقي شمسي بجوده عاليه. ونتبع النصائح اللي كاينين في القناه، الوصفات الطبيعيه الطريقه اللي هي عقلانيه، ونهتم جيدا بالقاعده الثلاثيه. وفي ظرف واحد الشهرين على الاكثر كنضمن لك انك غادي تشوفي ما يفاجئك في بشرتك اختي الكريمه. وانتقلوا لثاني تعليق. ف كتقول صاحبة هذا التعليق، تقريبا هذا اسبوع كنشوف انستغرام وحده كتطلص كيف ما قالت هي، الوغ السيده هي اللي قالت كتطلص ديفيرين، وكتقول البنات ليطي اختي ليطي، راها زوينه الحبوب الكلف كترد الوجه مرايا. المهم هبطت التعليق لقيت وحده كتعاني من الكلف وكتسول على الثمن والى اخره. المهم صحتها على قد معرفتي ان ديفرين لا تناسب جميع انواع البشره، وكتصلاح للحبوب ماشي للكلف. وملي سولتني على شي بوماده للكلف نصحتها بدخول لقناتك، وان اقل حاجه تقدر ديرها دابا هي الترطيب والحمايه والتنظيف. وشكرا لك وفاء. العفو حبيبتي الغاليه، اولا على شهادتك طيبه في حقنا يعني في حسابات اخرى، وللاسف الشديد فما عرفتش انا كيفاش هاد المحتويات كيلقاو واحد التفاعل كبير، كيلقاو واحد نسب ديال المشاهده اللي هي عاليه جدا، رغم انها كتروج لمعلومات خاطئه. فراه نبهتكم مرارا وتكرارا وقلت لكم ديفيرين راها ما صالحاش للكلف بالمره، ما عندها حتى شي علاقه بالكلف بالمره. يعني اللي بغى يأدي الوجه ديالو وبغى يضرو فيدير ديفيرين. وهنا كنوجه الكلام سخطو بالنسبه للناس اللي عندهم بشره جافه ولا بشره مختلطه اللي ما فيهاش الحبوب وكيديروا ديفيرين. فكونوا على يقين انكم غتضروا البشره ديالكم، غادي تدمروها وغادي تسلكوها، وابخي غادي صعب اننا نساعدوا داكشي اللي كنا عليه. فالله يهديكم،
كنقول دائما ملي نبغي نشوف شي حاجه فنحل العقل ديالي، ما نحلش عينيا ونحل فمي ونبقى نشوف، لا نحل العقل ديالي، محتاجه في هذيك اللحظه نحل العقل ديالي باش نستوعب باش نفهم باش ما نديرش حوايج اللي كضرني في البشره ديالي او كتأذي ليا البشره ديالي بليطو. تعليق اخر من عند الاخت الوغ ام بسمه فكتقول ممكن اختي تنصحيني شي ماسك لسد مسام بشره مختلطه وعمري 38 سنه وشي حاجه للبقع الله يجازيك وتجاعيد ديال بين العينين. فهنا كاين عندنا ثلاثه المشاكل، اولا بشره السيده عندها بشره مختلطه وعندها 38 سنه كتقلب على شي ماسك لسد المسام، المسام باش غادي يتسدو ديفينيتيفمون اون فوا بور توت فهذه مساله مستحيله وما كاينش بالمره. كريم اونتي تاش، خصني نعرف دابور اختي شنو هما النوع ديال هاد لي تاش اللي عندك وشنو السبب ديالهم وشنو المده ديالهم وشي حاجه للتجاعيد، فكننصحك لي بالترطيب والترطيب الجيد جدا باش يعني ما يخرجوش فيك تجاعيد جديده. اما هادوك التجاعيد اللي قلتي ديال بين العين يعني الا كانوا ديجا راهم انستالين فراه ما غاديش يزولوا ليك، وهادوك كنسميهم لي غيد ديكسبريسيون، كيكونوا بين العينين وفي الجوانب ديال العينين وفي حول الفم، كيكونوا ملي كنبقاو حنا هكا كنجمعوا العينين ديالنا بزاف او كنكمشوا الجبهه ديالنا كيتجمعوا العينين ديالنا، ملي كنكونوا كنديروا شي حركات تعبيريه اللي كتنجم عليها هاد التجاعيد. ف 38 سنه ضروري ما تاخدي مرطب، خدي مثلا ما غاديش ننصحك باوسيران باسكو اوسيران انا خديتها فريمون عاديه بالمره عاديه، فخدي مرطب اللي يكون عالي الجوده ملائم للبشره ديالك. فشنو غادي نقول لك، خدي افين ايدرونس ليجير، افين ايدرونس ليجير مزيانه بزاف عاد وكترطب مزيان، فخديها كمرطب. واللي ننصحك انك تجي للواقي الشمسي بشكل جيد جدا، ما عرفتش الواقي الشمسي اللي كديريه. بالنسبه للماسك اللي يساعدك على سد المسام فكننصحك هنا انك تجيري ابيض البيض، فراه هائل جدا جدا لسد المسام. تقدري تاخدي ابيض البيض بوحديتو تخلطيه مع شويه ديال الكركم وديريه للبلايص اللي عندك فيهم المسام بوحديتو، ما ديريش في الوجه ديالك كامل بحكم ان عندك بشره مختلطه، وتصنيه حتى كيبس وكتزوليه. تقدر نصوب لكم في القناه ديال كوني جميله وصفه لسد المسام او وصفات لسد المسام، فان شاء الله قريبا نحط لكم هاد الوصفات باذن الله. فقط تنظيف ترطيب 3 مرات والحمايه من اشعه الشمس. وبالنسبه لطاش ضروري ما تقولي يا اختي لطاش اللي عندك شنو السبب ديالهم والمده ديالهم، وهذا ما كان. وكنتقلوا لتعليق اخر فمن عند الاخت صاحبيه مينا، فكتقول اختي وفاء كنت قلت لك خرجت لي الطبيبه اسي ام واكتينيكا بدون نتيجه، ورجعت عندها عطاتني بيغمون كلار وقلت لي خلي البشره ترتاح واكتفي بالحمايه والترطيب. سؤالي واش نبدا دابا العلاج بيغمون كلار حيت كنت شريتها؟ شكرا بزاف. فممكن انك تستعملي بيغمون كلار سيروم تحطيها على ليطاش بوحديتهم. كنعاود نذكر مره اخرى بالنسبه للي سيروم فراه ما كيعطيوش شي نتيجه بالنسبه للتصبغات، لي سيروم اونتي تاش كنقدروا نخدموا بهم كمكملات للعلاج، اما في الاول ملي كيكونوا عندنا ليطاش غامقين ويعني صعابين فلو سيروم راه ما غادي يفيدنا حتى شي حاجه. فحاولي انك ديري البرنامج اللي حطيت مؤخرا ديال الناس اللي غادي يعالجوا بمنتوجات مساعده لعلاج التصبغات الجلديه زائد وصفات طبيعيه، التزمي بهذاك البرنامج ويكون خير اختي ان شاء الله. صاحبي يمينه، سؤال اخر من عند متتبعه كتقول اختي الله يحفظك بغيتك تنصحينا على لو لازر بوغ لي تاش. بناء على التجربه ديالي اللي كانت مع كلف قديم وتجربه ديال البنات بزاف معنا هنا في القناه مع كلف قديم، فكنقول ما كاينش علاش اننا نديرو لي لازير، سورتو ان الشهادات ديال الناس معنا في القناه انا داروا لازير وما جابش ربي تيسير، يعني كانت نتائج اللي هي غير مرضيه. يعني الا بغيتوا النصيحه ديالي انا من الاحسن لا.
سؤال من عند متتبعة أخرى كتقول اختي وفاء، أنا غادي نحط لكم التعاليق في البوست، غادي تشوفوا الأسماء كيفاش مكتوبين، فمكتوب الحساب ما عرفتش أنا كيفاش هكا، ما كنقدرش نقرأ الأسماء. المهم اللي غنحط لكم راه غادي تفهموني علاش كندوي. سؤال آخر من عند متتبعة أخرى كتقول اختي وفاء الله يجازيك بالخير، أنا وجهي فيه غير شوية تصبغات اللي بحال الكلف، ولكن فيه أكثر بقع كحل ديال الشمس وكثار بزاف في الجبهة، وخرج لي هذا الشيء في هذا الصيف. سؤالي اختي واش نتبع معاكم هذا البرنامج بنفس الوصفات؟ والله يعطيك ويحقق لك كل ما كتمناي، امين يا رب العالمين، ليا وليكم ولجميع المسلمين ان شاء الله. فاختي غادي تتبعي البرنامج اللي حطيت ديال الوصفات الطبيعية مع منتوج مساعد لعلاج التصبغات، وباذن الله باذن الله غادي تقدري تخلصي من هذوك البقع اللي عندك في البشره ديالك، وديك التصبغات اللي عندك كامله في الوجه ديالك باذن الله الا تبعتي النصائح والتزمتي بها. هنا غادي نفتح واحد القوس، ولو ان السؤال يعني ما كاينش في هذا الفيديو، ولكن بغيت نفتح واحد القوس على الناس اللي كيبداو يشوفوا بوادر العلاج، يعني التحسن في البشره ديالهم، بوادر العلاج، نجاح العلاج كتبدا تبان لهم في الوجه ديالهم. فاش ممكن يقولوا كيقولوا مع راسهم اجي نوض نسرع هذه الوتيره ديال العلاج ونزربها باش نسالي دغيا. فهذا اكبر خطا يمكن كديروه. فهذه المساله رانا تكلمت عليها مرارا وتكرارا، وقلت حذاري من اننا منين نشوفوا بوادر العلاج بدات كتبان نقلبوا على اننا نسرعوا عمليات العلاج. هذا الشيء اللي قريته في التعليق ديال المتتبعه الوفيه نعيمه البرنوصي، كتقول لي اختي وفاء راه انا المهم انا ما قدمتش تعليق، ولكن ما بقيت شاده في العقل ديالي وما كرهتش كون كانت نعيمه حدايا، ما عرفتش شنو غندير ليها. قالت بان بدات بوادر التحسن كتبان، واش تقدر دير المنتوج، يعني منتوج ما فيش ليدروكينون نهار ومنتوج فيه ليدروكينون نهار. فهاد الشيء لا يعقل. واش حنا كنقصوا ملي كنبغيو نبداو ملي كنبغي نقربوا نساليو العلاج، واش كنبداو نقصوا لي برودوي ولا كنبداو نزيدوهم؟ يعني انت غادي ديري واحد العمليه اللي هي عكسيه، البرودويات كيكونوا عندنا في الاول بزايد، ملي كتبدا بوادر العلاج تظهر على البشره ديالنا فحنا كنقصوا ماشي كنزيدو. ما بقيتش عاقله واش بغات تدخل ليدروكينون ولا بغات تدخل منتوج بدون ايدروكينون. فايا كان المنتوج اللي غادي تدخليه فلا انصحك بالمره، وما نصحش حتى الناس اللي كتقرر انها دير هذه المسائل منها لراسها ومن بعد تقول لك حقا راه ما نجحش العلاج، ولا وقع مشكل، ولا باقي فيا ليطاج، ولا ما عرفتش هذا الشيء علاش ما بغاش يحيد، وكتخبي الجزء الاخر من الحقيقه، ما كتقولش لك شنو دارت اكزاكتومون ولا شنو دخلات مع هذاك العلاج ولا شنو الاخطاء اللي دارت. فممنوع منعا باتا انك ديري هذه المساله اختي نعيمه، وكنتمنى انك تكوني في الاستماع. الوغ نشوفوا سؤال اخر، سؤال اخر منار غندور، منار غندور سلام اختي وفاء الله ييسر امرك، جاوبيني الله يخلي لك صحتك امين يا رب. عافاك خديت دي بي وايت ادفانس واستعملته، لكن بعد خمسة ايام دار لي بحال حساسيه في وجهي كله، اش ندير؟ واش نكمل او نوقف او نديرو غير على مناطق ديال اثار الحبوب؟ فاستسمح عرفتي لا تعطلت بزاف في التعليق، لقيت هادو قدام ما عرفتش كيفاش فلتو ليا، جاوبت على وحدين جداد وهادو لقيتهم قدامين. فاين فوا كيدير لينا لو برودوي اونتي تاش حساسيه كنحبسوه فورا ما كنكملوش، وكنعاودو نرجعو ليه تقريبا، وكنكتفيو بالترطيب الجيد والحمايه الجيده، وكنعاودو نرجعو للمنتوج بعد مرور واحد ثلاث الى اسبوع، ثلاثة ايام الى اسبوع على حسب درجه داك التهيج اللي درنا هذا المنتوج. ومنين نرجعوا بطريقه تدريجيه، يعني بحال في الحاله ديالك اختي منار غندور انك تقدري ديري غير على اثر البثور فقط بشويه بشويه، حتى تبدا البشره ديالك تقبلو، عاد يمكن ديري على كامل الوجه. وكنتمنى انني نكون فدتك وما نكونش تعطلت عليك اختي منار غندور. سؤال اخر من عند الاخت سعاد، سعاد الرويضة فكتقول السلام عليكم اختي، كنشكرك بزاف على هذه المعلومات القيمه الله يجازيك بخير، بغيتك تجاوبيني انا وجهي صراحه كان عادي ما فيهاش تصبغات، حتى نط وليت كندير ديفيرين كندير معاها الواقي الشمسي ودارت ليا تصبغات في حلقي. فهادشي اللي كنقول
هادو هما المشاكل اللي كنقولوا نتفاداوهم نتفاداوهم نتفاداوهم. السيده كانت صحه سلامه، ما عندها حتى شي مشكل، استعملت ديفيرين، ان فوا استعملت ديفيرين فمن بعد خرجوا ليها التصبغات. ف دونك باقي لها التصبغات جداد اختي سعاد رويضه، فديري كيما درت انا، اكتفيت بالوصفات الطبيعيه اللي كاينين في القناه كوساسوا كومبوتي او كوني جميله، ودرت الواقي الشمسي واهتميت بالترطيب. والله العلي العظيم كما قلت لكم ديك النهار لاطاش الاولى راها مشات والثانيه راها غاده كتغيب، راهم تقريبا ما بقاوش كيبانوا، خفيفين خفيفين، وغادي نبقى تابعهم ان شاء الله حتى يزولوا. يعني لا داعي يا اختي سعاد انك تاخدي شي كريم اونتي طاش، يعني تفسدي فيه الفلوس وتهلكي البشره ديالك، من الاحسن انك تستثمري في الواقي الشمسي وفي الترطيب والتنظيف، وتبعي الوصفات الطبيعيه اللي كاينين في القناه. سؤال اخر من عند الاخت حسناء يحيى، كتقول سلام اختي، ادغوسبوت والمسبح هل يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك، ومزيان الاخت حسناء طرحت هاد النقطه ديال المسبح. بون المسبح كاين الناس اللي كيديروا المسبح في كيديروه كيمارسوا هاد الرياضه، رياضه السباحه يعني حتى في الشتاء، او الناس مثلا في الصيف، واخا حنا في الصيف ما كنديروش علاج تصبغات، ولكن المسبح ممنوع من عبادة ان نديرو واحد تريتمون اونتي تاش وحنا كنمشيو للمسبح. كتعرفوا ان المسبح كتكون فيه واحد النسبه عاليه ديال الكلور، والكلور كيكون حارق للبشره، يعني بلا علاج ديال التصبغات فهو كيحرق لينا الجلده ديالنا، فما بالك الا كنا كنديرو علاج التصبغات. فمن الاحسن يا اما تخلي على علاج التصبغات او تخلي على المسبح اختي حسناء يحيى. سؤال اخر من عند اختي كنزرب، شحفت شحفت الصوت ديالي مشى ليا، باش نمرر اكبر عدد ممكن من التحليق وفي نفس الوقت ما يجيش الفيديو طويل. سؤال اخر من عند الاخت سعيده بورمطان، كتقول اختي وفاء كنستعمل كمنظف بيوديرمال في الواقي اكتينيكا، وفي الترطيب كنستعمل سيغاف، ولكن ما عجبنيش، باش تنصحيني اختي وفاء باش نتيجه؟ فهو عمري 36 سنة، ولكن جزيل الشكر حبيبتي وفاء. العفو حبيبتي سعيدة بورمطان، فكنتمنى ما نكونش تعطلت عليك. الوغ ممكن تستعملي افان ايدغونس غيش، افان ايدغونس غيش غنية او مدعمة بالمياه الحرارية لافان، ومغذية جدا، وغادي ترتاحي فيها وغادي تعجبك اختي سعيدة. سعيدة وكنتمنى انك تكوني في الاستماع. سؤال اخر من عند الاخت رجا ندى، رجاء ندى كتقول سلام اختي، واش سيروم اس في ار زوين لي تاش قدام؟ ميرسي بوكو لاختك، الله يحفظك وين جيك اختي رجاء ندى، افيك غون بليزير. غير غنعاود نكرر كيما قلت في البدايه ديال الفيديو، بالنسبه لي سيروم حاولوا ما امكن انكم ما تستعملوهمش لي تاش، وسورتو لي تاش اللي كيكونوا قدامين، فراه غير غادي تفسدوا الفلوس ديالكم. سؤال اخر من عند الاخت حسناء العوينه، فكتقول سلام انا بغيت نبدا حصص بلايزر لازاله الشعر من وجهي، واش الا بديت معكم ما يجيوش تصبغات؟ حيت سمعت الا ديري لايزر ما ديري حتى شي منتوج تبييض البشره او تاكلي مكملات تيوقعوا تصبغات، واش بصح؟ وي بصح، وهذه المساله دائما كنقولها لكم اختي حسناء العوينه. ف غادي نبدا تريتمون اونتي تاش، ما كاينش حصص ديال لازير ديال ازاله الشعر، ما كنزول الشعر من الوجه ديالي بالخيط او بالطريقه اللي كنحيدو بها، فهاد المسائل راه ممنوعه منعا باتا وكليا مع علاج ازاله التصبغات الجلديه. سؤال اخر من عند متتبعه كتقول اختي وفاء انا بغيت واحد حاجه تجاوبيني عليها، انا كنستعمل منظف في حبيبات رقاق، واش يصلح لي في فترة العلاج حيت مرتاحة فيه أنا؟ لا ما يصلحش لك خلال فترة العلاج، أنت مرتاحة فيه، ولكن واش البشرة ديالك مرتاحة فيه؟ البشرة ديالك إلا عطاوها المايك أو داروا ليها لسان باش غدوي، غتقول لك أختي راك هلكتيني، راك حرقتيني، راك خرجتي عليا، عافاك بدلي ليا هذا المنظف. خلال فترة العلاج كناخدو واحد المنظف لطيف على البشرة باش ما يوقعوش تهيجات، ما توقعش لنا
يوقعش لنا تحسس باش ما يخرجوش لنا تصبغات جداد حنا في غنى عنها. ما تنساوش ان العلاجات المذهلة للتصبغات او المعالجة للتصبغات كلها تكون فيها مواد اللي شوية خشنة شوية قاسية على البشرة، اللي كتقوم لنا بعملية تقشير، سواء كانت هذه العملية ديال التقشير هادئة او قاسية على البشرة ديالنا. فحنا ما محتاجينش بالمرة اننا نستعمل منظفات فيها حبيبات، فهي بالنسبة لي كتبقى مقشرات اكثر منها منظفات. فلهذا خذي منظف خفيف على البشرة حتى يساعدك ويلائم بشرتك خلال فترة العلاج. فكنتمنى فيديو اليوم يكون مفيد جدا، وأن الناس كلهم اللي جاوبتهم على تعليق ديالهم يكونوا في الاستماع. كنتمنى لكم نهاية أمسية طيبة، وكنضرب لكم موعد جديد غدا إن شاء الله على قناتكم كوني جميلة. كنتمنى أنكم تكونوا كثر في المشاهدة والزيارة والتتبع، وما تخبخلوش علينا باللي لايك والبرتاج مع الأهل والأحباب على مواقع التواصل الاجتماعي. طبتم وطابت أوقاتكم، في أمان الله.